شبكة قمم إعلامية تقدم أمين. ما بال ولدي جاء في ليل فارسا الحرب والعطر والورى، ثم أمر فيما أرى. أجل يا أمير المؤمنين، لقد جئناك في أمر. أهو أمر يخصكما أم هو من شؤون الخلافة؟ بل من شؤون الخلافة يا أمير المؤمنين. أين يا ابن زنبا؟ اجلس، ليس هنا، اجلس. هاتا ما عندكما. يا عم، العفو عند المقدرة، وقد قدرت فعفو. ثم إن قريشا تتقاتل وتتواصل، وهقد انتهى القتال، فهم أحق الآن بالصلة. ماذا تقول يا مسلمة؟ أرى يا أمير المؤمنين أن أمامنا صراع طويل مع ممالك وإمبراطوريات تملك الجيوش الجرار، وأرى أن تأليف القلوب أمكن لدولتنا وآمن لنا، ولا أرى حاجة لنا بقهر الناس وخاصة أهلنا في الحجاز. ثم يا عماه، أمام طريق لكسب الناس إلا السيف؟ أما للعدل والرحمة باب لدخولها إلى حيث الملك والسلطان؟ جاءتني الرسائل من الحجاز تترى، وكلها تشكو من الحجاج ومن محمد بن علي وقد بايعنا، ومن بني العباس، ومن محمد بن طلحة، وإن فقهاء مكة والمدينة المنورة يضجون منها، وهم يتحسسون رقابهم ليل نهار. ما تقول يا ابن زنباع؟ اعزله يا مولاي. الحجاج سيف من سيوف دولتنا، فاكتب اليه بالمسير الى العراق وتسلم ولايتها. والان ماذا سنفعل يا مولاي؟ ساذهب الى ملك الخزر. ولكنه عدو لنا. بين الملوك لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة. أخشى أن يغدر بك يا مولاي. العرش والموت هو العرش. إذن سأرافقك إلى مملك. لا، سيرافقني آرس. أما أنت فاذهب إلى الأناضول، سأحتاج إليك هناك أكثر من أي مكان آخر. ولكنني أخشى عليك من الطريق. عد إلى إمارتك وجندك وانتظر رسلي. هيا يا آريوس، هيا بنا يا رجال. قد وليتك العراق، فاخرج إليها كميش الإزار شديد الحذار، فإذا نزلت الكوفة فاضغطها ضغطة يفيق منها أهل البصرة. وإياك وهوينا أهل الحجاز، فإنهم يقولون ألفا ولا يقطعون حرفا. وقد أطلقت يديك في الرجال والأموال، وألزمت الناس طاعتك في العراقين، وحذرتهم من مخالفتك. إلى أين أيها الأمير؟ إلى العراق. يا جند الإسلام، ها هي الدنيا تصفو، ولم يبق من المخالفين إلا ابن خازم والأزارقة الخوارج، وقد رميتهم بالحجاج. وها هي الأمة تتحد بحمد الله سبحانه الذي من علينا وكرمنا بالخلافة على عباده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن إمبراطور الروم نقض الهدنة بإغارته، ولقد أرسلت مددا للنعمان بن بشير لاسترداد قرطاج. وها أنتم ماضون لاستعادة ما فقدناه في المصيصة وأرمينيا،
فأعيروا الله رؤوسكم ولا تخاذلوا ولا تراجعوا وكونوا للإسلام مجنا ولدولته سيفا قاطعا يهابكم عدوكم. لقد أمرت عليكم أخي محمدا وولدي الوليد ومسلمة، فسيروا على بركة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جيش العرب يتجه صوبا أيها السادة النبلاء قادة الجيش. أنا قائد عسكري تربيت في البحر، فعرفت فنونه وخبرت أنواعه، ولا بد أن يكون بجانبي قائد عرف حروب البر ويمتاز بالشجاعة والإفداء. من ترى لها أيها القائد؟ القائد هرقل، سمي إمبراطورنا العظيم. ماذا يا هرقل؟ هل تتعهد بصد العرب؟ بلى يا مولاي، إن تركت لي حرية التصرف في الميدان. أترك لك ذلك، على أن تعود لتبريوس وتعمل برأيه. سمعا وطاعة. استعدوا، فالعرب قادمون. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل الكوفة، أما والله إني لا أحمل الشر بحمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله. إني لأرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة ورؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. إني والله يا أهل العراق، يا معدن الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز التين. إني امرؤ فرزت عن ذكاء وفتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته ونثلها بين يديه، فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا
وأصلبها مكسرة، فوجهني نحوكم ورمى بي في نحوركم لأنكم لطالما أوضعتم في الفتن. تالله لألحونكم لحو العصا، ولأقرعنكم قرع المروة، ولأعصبنكم عصب السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنتم أولئك وأشباه أولئك، إني والله لا أعد إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت. أنا والذي نفس الحجاج بيده، لتستقيمن على طريق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده، فاقبلوا الإنصاف ودعوا الإرجاف قبل أن أوقع بكم إيقاعا يترك النساء أياما والولدان يتامى. إن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم أعطياتكم، وأن أوجهكم إلى محاربة الخوارج الأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة، وأقسم بالله لا أجد رجلا تأخر بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا سفكت دمه وأنهبت ماله وهدمت منزله. يا ابن أبي مسلم اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من في الكوفة من المسلمين، سلام عليكم. يسلم عليكم أمير المؤمنين ولم تردوا بشيء؟ والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. اقرأ يا يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من في الكوفة من المسلمين، سلام عليكم. وعليكم السلام. نتجه أولا إلى أرمينيا وشرق الأناضول، وما أظن الروم إلا قد حشدوا لنا هنا، وبهذا نفقد عنصر المفاجأة. ماذا تقول يا وليد؟ نسير إليهم ونتناولهم في مواطن ضعفهم. وأنت يا مسلمة؟ أرى أن نوهمهم. كيف؟ نوهمهم أننا نتحرك من هنا إلى شرق أرمينيا، ثم ننعطف غربا من ديار بكر إلى أطراف الأناضول فنفاجئهم. هو الرأي يا مسلمة. أعلنوا النفير. أعلنوا النفير أيها الفرسان. يا أهل العراق، ماذا كانت تفعل الولاة بالعصاة والذين يتأخرون عن دفع الفيء؟ تضرب وتحبس، ولكن ليس لهم عندي إلا السيف. إن المسلمين لو لم يغزوا المشركين لغزاهم المشركون، ولو ساغت المعصية لأهلها ما قوتل عدو ولا جبي فيء ولا عز دين. تهيأوا من الآن لغزو كابل، فأميرها رتبيل نقص عهده، والأمير عليكم هو عبد الرحمن بن الأشعث. أين عبد الرحمن؟ أنا ذا أيها الأمير. تهيأ من الغد بالمسير بالجيش إلى رتبيل. نحن رجال الحرب أيها الأمير. لا
غادرنا الشعبي إلى الكوفة لما سمع بمسير الحجاج إلى هناك. يقولون يا أمير المؤمنين إن سيفه سبق كلامه إلى عناق أهل العراق. امتلأ العراق بالغوغاء، وقعدوا عن قتال الخوارج، وملأوا الدنيا اضطرابا، وما يكفون عن التهديد بالخروج. وعدتهم يا أمير المؤمنين بالولاية فانتظروها منك ولم تفعل فاضطربوا. لكل زمان دولة ورجال، ما إن أترك الإمارات لأمراء البصرة والكوفة حتى يجمعوا جيوشهم ويشعلون الحرب علينا ويخرجون، إنهم لا يقرون لأمير. هذا الأخفش الحمش الساقين، المنقوص الجاعرتين، القميء الجثة، الدقيق الصوت، الدميم الخلقة، الزعر الخلق، يقوم بأهل العراق. أما تنساها له؟ ولكنه يا أبا زرعة الفصيح اللهجة، الشديد العارضة، القوي السياسة، والمولع بإراقة الدماء، وغير الحريص على اقتناء الأموال، والمخلص لنا. إنه والله جلدة ما بين عينيه. ماذا ترى يا تيبيريوس؟ لا شك أن العرب سيهاجمون الثغور، وربما بدأوا بالمصيصة. إن حدسي يقول إنهم ربما هاجموا أرمينية، ولكنهم يتجهون مباشرة إلى هناك. خدعة. خدعة؟ وإن لم تكن كذلك، إذا هاجموا المصيصة هاجمناهم من جهة قنسرين وتوغلنا في أرضهم فيضطرون للانكفاء. ومع ذلك لابد من بث الأرصاد والتموضع في مكان متوسط بحيث نستطيع الوصول إليهم أن نتجهوا. أصبت، وأن هذا لرأي قائد محنك قدير. لقد استطاع الروم في فترة انشغالنا أن يستردوا الكثير من المدن والحصون كطوان والمصيصة وترند وسواها، ولا بد من استعادتها. لقد حصنوها وصار اقتحامها صعبا. أرى أن نجرهم إلى قتال مكشوف. كن يا مسلم على المقدمة ومعك فرسانك، وأنت يا وليد كن على ميمنة الجيش. أرى أن نترك احتياطا من الفرسان بيد فارس مجرب، ونكثر من الكمائن، ونبث العيون لتأتينا بالأخبار ساعة بساعة، فالنصر أساسه معرفة العدو. صدقت يا مسلمة. إذن لنكن منذ الصباح في حالة قتال، جاهزون لفتح المعركة في أي لحظة. بلى، وآن الأوان لننهد صوب وجهتنا الحقيقية. كونوا على حذر، فالغفلة مقتلة الجيوش. توفي أخي رحمه الله، وها أنا أنوف على الستين، ولقد وصلت السن التي يموت في مثلها أهلي، ولا يمكن ترك الأمة ضائعة هكذا بلا خليفة يكون لها إماماً وقائدا. وإلا قد يحصل ما حصل بعد وفاة يزيد رحمه الله. لا بد من تعيين ولي للعهد يا أمير المؤمنين، وأرى. ولقد وليت عهدي الوليد بن عبد الملك، ومن بعده سليمان. ولكن الوليد يا أمير المؤمنين لحان لا يجيد الخصابة، فكيف سيؤم الناس؟ إذا كان لحانا فإن سليمان أخاه فصيح. فلتوليها سليمان إذا. لا أريد تولية الصغير قبل الكبير يا خالد، إلا إذا كنت تتشاوف إليها. لو أرادها الله سبحانه لي لفعل. خذوا البيعة إذن من الغد للوليد، ومن بعده لولدي سليمان. Ah!
تلعقوا الفارين، لا تلعقوا الفارين ولا تقتلوا الأسرار. لولا تلك الطليعة التي انقضت على مقدمة جيشنا في بداية المعركة لكانت اختلفت نتائجها. لقد أطبقوا على قواتنا إطباقا تاما ودارت علينا الدوائر. هي الحرب أيها القائد، هي الحرب، مرة لهم ومرة عليهم، ولكن ربما نستطيع أن نتجنب الهزيمة التامة بطريقة ما. نطلب هدنة. وهل يقبلون بها؟ لنجرب. جزاك الله خيرا يا مسلمة، أعرفك شجاعا باسلا، لكني ما كنت أعرفك مدبرا فطنا وأمير حرب. والله إني لأغبط أخي عبد الملك فيك. ما أنا إلا جندي في جيش أمير المؤمنين. بل إنك والله لمفخرة بني مروان، ومن يسكت عن الحق ولا يقوله لا شرف له. أخي مسلم درب نفسه منذ الطفولة على القتال والطعان والحرب، بينما شغلت أنا وسليمان وإخوتي بتدبير شؤون الحكم استعدادا لتولي الخلافة بعد طول عمر لوالدي. ولن ينازعك أحد عليها يا أخي، فنحن أبناء الإماء لنولى أمرة المؤمنين. ما رأيك يا مسلمة، هل هزم الروم؟ لا، لم يهزموا. قائدهم محارب جبار محنك، ولو لم يسحب الجيش في اللحظة المناسبة لأبيده، لذا أرى الحذر من عودتهم والانقضاض. ماذا تتوقع يا مسلمة؟ أتوقع أن يرسل وفدا للهدنة كي يلملم جنده. أيستطيع ذلك؟ إذا كان قائدا محنكا ذكيا وأظنه كذلك سيتجنب حربنا. ونحن يجب أن نقبل، إنها عادتنا معهم وهي آداب الحرب. لابد لأحدنا أن يرضخ للآخر ويستسلم. كيف؟ تسقط القسطنطينية أو تسقط دمشق. أهلا بكم وأنتم وجهاء القوم وأمراء القبائل. فما مضى صفحة طويت، وليس كبير القوم من يحمل الأحقاد. أنت والله الكبير يا أمير المؤمنين، إنما مضى من فتن نرجو من الله سبحانه أن تكون قد طويت. وما يشغلني هو أن نكون يدا واحدة كي نستطيع استئناف ما بدأه أسلافنا من شرف الفتح. صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن لو أذنت لي. قل يا خالد. أمن المعقول أن تكون السيوف كلها سواء؟ سيف كان معك وسيف كان عليك. أتأذن لي يا أمير المؤمنين؟ قل يا ابن زنبا. إنما شاهدناه من إحن وتدابح بين القبائل القيسية واليمانية وبين بني عامر وسليم وتغلب، إنما هي إحن جاهلية، والله سبحانه وتعالى قد ضللنا بالإسلام وقد أذهب عنا نخوة الجاهلية. قل يا رجاء. يا أمير المؤمنين، إنها فتنة، فتنة نرجو من الله تعالى أن تكون قد وئدت، لكنني أرى النار تحت الرماد، وأنت راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، وأرى يا أمير المؤمنين أن تعامل النافخين بنار الفتنة بين القبائل كالخارجين على الخلافة سواء بسواء، وإلا فسيجر الدم الدم. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا سحيب. أين أنت يا رجل؟ تغيبت ولا نراك. أبشر بالنصر يا أمير المؤمنين. بشرك الله بالخير. لقد ضربهم مسلمة يا أمير المؤمنين، ضربهم ضربة صعق جموعهم وضعضعت صفوفهم وحطمت خميسهم. والله يا أمير المؤمنين، والله لولا اندفاعه وجرأته وحسن تدبيره لهلك الجيش. مسلمة ولدي، مسلمة أمير الحرب، أمير الجيش، وإنه فوق هذا لورع دين. جزى الله مسلمة خيرا، جزى الله مسلمة خيرا. اجلس يا سحيم، اجلس وحدثني بكل شيء من الألف إلى الياء. إننا نرغب أيها الأمير بالهدنة إذا كنتم لا تريدون إسالة الدماء. أنا فارس مقاتل، خاطب في ذلك أميرنا محمد بن مروان
شقيق أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. شرفت الشهامة أهلها. إننا نضم بدماء أهلنا، ولكنكم ما طلبتم الهدنة إلا خوفا من الإبادة. ماذا يقول الفارس النبيل؟ الأمير مسلمة بن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. أيأذن لي عمي؟ قل يا مسلمة. إذا قبل عمي فإننا نقبل بالهدنة على أن تنسحب ونحن على مصافنا، لسنا بالجزعين. وإلا أنت فارس مقاتل، وإلا فالسيف بيننا. لقد كنت نبيلا مع رجالنا إذ نهيت عن قتلهم بعد أسرهم، وكففت عن ملاحقتهم بعدما هزموا. وأشهد أنك كنت بارعا في إنقاذ جيشك من الهلاك. قبلنا بشرطك وتعيدون كل ما غنمتموه من جندنا، ولا نعيد لكم شيئا. شروط منتصرين. بلى، هي كذلك. نحن موافقون. أعلمها على جندك إذن. الهدنة، انسحبوا يا جند القسطنطينية المقدسة. بقتلى أصيبت من سليم وعامري، أجحاف إن تصطك يوما فتصطدم، عليك أغاذي البحور الزواخر. لقد حان كل الحين من رام شاعرا لدى الثورة العليا على كل شاعر. كما قالت العرب، وكأن على رؤوسهم الطير. يا أمير المؤمنين، إن أخطل بني تغلب ذاك الفاسق الفاجر يعرض بنا في مجالسه وشعره وأحاديثه، وأنت تستقبله بعطاياك وترحابك، وهذا والله لا يحز في نفوسنا ويلهبها. وأنت يا زفر، ألديك ما يجعلك عابس الوجه هكذا؟ بلى يا أمير المؤمنين. إن كان يريحك أن تبوح به فالآذان صاغية. أخطل تغلب ذاك، أصبحت أشعاره على كل الألسنة كالوباء، وكلها تجريح بنا. أقسم أيها التغلبي لأجعلنك تندم ندما لن تنسى. أهكذا وفي وجوهنا يا ابن زفر؟ ابن الأمير بل سيد الأمراء زفر، والله ما نحب رؤوسنا ذليلة تبقى فوق أعناقنا. لا يقال هذا الكلام لي. يستعدون علي أمير المؤمنين وكأنهم كارهون لوجودنا بين يديه. سترون. أفر لكم من أمراء بيت شعر يهيجكم ويعيدكم إلى تبرية جاهلية، أما ترعون؟ لا يحق للأخطل أن يقول ما قال. إنه الشعر، الشعر، ولا يحق لأحد أن يرفع صوته في مجلس أمير المؤمنين.